صباح الخير والسعادة والهنا على حضراتكم. وأول الأسبوع وآخر أسبوع في السنة من 10 الصبح في الأهلي، يا رب كده يبقى أسبوع جميل علينا جميعا. وزي ما احنا دايما بنقول، اللي وراه حاجة فاضل أسبوع خلاص، أو أيام كمان معدودة، يمكن أقل من أسبوع علشان السنة تخلص. بإذن الله تكون 2021 سنة أفضل، بس كمان بإذن الله نبدأها بداية صح، إن احنا لو علينا أي التزامات أو خطط نبتدي من دلوقتي نحطها علشان 2021 بإذن الله تبقى سنة تحقيق بقى، أو يعني التقرب من الإنجازات أو الأحلام. صح ولا إيه؟ صح جدا. أنت عارفة لو 2021 رسم بس على الصحة والستر، يا سلام. يعني ممكن لطيف. صحة وستر زائد مثلا نجاح زائد فلوس زائد حاجات برضو لطيفة، يعني كل الحاجات دي لطيفة جدا، مش هنختلف فيها. مش هنزعل لو حصلت، بس بند الصحة بصفة خاصة، يعني هوند بعد الفرهدة اللي 2020 فرهدتها لنا. صح حقيقي. يعني حتى الناس اللي، على فكره انا من الناس دي، اللي هي الناس اللي كانت بالذات الفتره الاولى من موضوع كورونا ما كانش في دماغي قوي، وموضوع التباعد الاجتماعي والكمامه والنوع ده من الامور، كنت برضو ايه لسه مش حاسس بمدى خطوره الموضوع، يعني لغايه لما بقى انت شفتي بقى مؤخرا المستجدات والسلالات والنوع ده من الامور. فيعني ان شاء الله يا رب اسبوع سعيد طبعا على كل حضراتكم، والاهم يا رب ان شاء الله السنه الجديده تكون سنه صحه وستر وخير وسعاده على كل الناس يا رب العالمين. اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. انا هاخد من كلام كريم بس قبل ما نبدا اخبارنا، وقصه هنا فعلا ان 2021 ان احنا يا رب يعني تبقى افضل من 2020 فيما يختص تحديدا بكوفيد 19 او هذا الفيروس، يعني اللي دلوقتي سمعنا ان هو بقى فيه سلاله جديده وفي اخبار عن فاكسين، لا الفاكسين هنستنى شويه، يعني كل الاخبار دي. بس القصه كلها كريم ما اصبحتش دلوقتي ان احنا بنراهن على وعي المواطن فقط، يعني فكره ان احنا نقعد نقول زي 2020 يا جماعه خلوا بالكم مش عارفه ايه الكلام ده كله كويس، بس انا شايفه ان احنا لازم نعدي الخطوه دي. ما ينفعش ان احنا نراهن فقط على الوعي هنا، لان لو راهنا على الوعي اعتقد ان احنا هنخسر. فلازم يبقى في لازم يبقى في بقى اجراءات صارمه بتفرض في كل الجهات، في يعني على كل شخص في الاسره موجود، لان حضرتك مش بتاذي نفسك برضو بس، انت بتاذي اللي حواليك، وبالتالي لما تاذي اللي حواليك انت بتاذي المجتمع كله، وبالتالي انت بتاذي الدوله كلها. فالقصه هنا مش بسيطه، فقصه ان احنا بقى نقعد بس نراهن على الوعي، انا اعتقد 2021 احنا محتاجين مع هذه المستجدات ان احنا نبتدي يبقى في اجراءات صارمه وعقوبات بتوضع علشان نقدر ان احنا نعدي باذن الله بسلام. ده رايي الشخصي يعني. وبيني وبينك برضو، ان ما كانش الواحد من نفسه هيخاف على نفسه وهيخاف على اولاده وعلى اهل بيته، لا يعني الناس دي قعدت سنه كامله اكيد اتعرضت، يعني انها سمعت الاخبار، شافت نشره اخبار، قرت صفحه، يعني عرفت ان الموضوع منتشر بجد وان الموضوع حقيقي مش هزار. يعني ما مش هينفع برضو يعني مش عارف اقولها لك ازاي، ما كل واحد من نفسه يختشي على دمه ويخاف على اهل بيته. انت فاكر اول ما الفيروس طلع في ناس كانت يعني بعدها بشهور كانت بتقول لك هو انتوا مصدقين الكورونا دي بجد ولا لا؟ طبعا. متخيلين حضراتكم كان في ناس، يعني حتى لو كان الموضوع حرب بيولوجيه او غيره بغض النظر عن ده ايه، بس هو موجود، ففي ناس كانت حتى مش عايزه تصدق ان في حاجه اسمها مرض كورونا. فالموضوع بصراحه يعني صعب قوي قوي، فقصه وعي المواطن هنا بتهيأليش ان هي هتجيب نتيجه ايجابيه ابدا يعني. ومع هذا الخبر الاولاني اللي انت هتفتكريه ايجابي جدا، شفتي بقى ازاي؟ دي حقيقه، رغم زي ما احنا بنقول كده ان دايما اخبارنا بتكون عن الكورونا مش كويسه، بس الخبر ده حلو لان احنا بنتكلم عن مسحه موسيماني الحمد لله طلعت سلبية، واللي أكد الكلام ده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، اللي أعلن تحول عينة باتشو موسيماني المدير الفني للفريق الأول من إيجابية لسلبية، ليتعافى كده المدير الفني من فيروس كورونا اللي أصابه ده قبل عدة أيام زي ما احنا كنا متابعين. وأكد كمان كابتن سيد عبد الحفيظ إن المسحة الأخيرة اللي خضع لها باتشو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهز كمان لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة. زي ما احنا عارفين طبعا الأهلي بيستعد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر ليها ان هي تكون بكره ان شاء الله باستاد الاهلي في السلام ببطوله الدوري هنا الممتاز، هيكون الساعه 7:30 تحديدا. طيب استكمالا لنفس الخبر الحلو، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم عقد اجتماع من خلال الفيديو كونفرنس مع لاعبي الفريق قبل مران الامس، وكان حريص جدا على ان هو يتواصل مع كل اللاعبين ويتكلم معاهم بشأن مجموعة من الأمور الفنية. موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية للإطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والصحية بشكل عام، وطبعا الحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية. كل تمنياتنا طبعا بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة إن شاء الله أمام الاتحاد السكندري.
خبر كمان ايجابي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي اكد كمان تعافي الثلاثي وليد سليمان، حسين الشحات ومروان محسن لاعبي الفريق الاول لكره القدم هنا من الاصابه اللي منعتهم من المشاركه في المباريات مع الفريق خلال الفتره الماضيه زي ما تابعنا. واوضح مدير الكره ان الثلاثي بات سليما وجاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعدما تخلصوا من اصابتهم وانتهاء برنامجهم التاهيل. وبالفعل كمان شارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق اللي كان امس في ملعب التتش بالجزيره. لو حضراتكم فاكرين ان احنا اخبارنا الحلوه خلصت على كده تبقوا غلطانين يا حضرات، عندنا خبر كمان، وان كنا على فكره كنا اتكلمنا عنه تقريبا في حلقه يوم الاربعاء او الثلاث اللي فات، نوهنا عن هذا الخبر من قبل. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا موجود النهارده في الامارات لتلبيه دعوه مؤسسه جلوب سوكر وحضور الاحتفاليه اللي بتقيمها المؤسسه النهارده في دبي لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، وايضا لتكريم النادي الاهلي بوصفه نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في منطقه الشرق الاوسط. هيتسلم كابتن محمود الخطيب جائزه النادي الاهلي اكيد في حضور كوكبه من كبار مسؤولي ونجوم كره القدم على الصعيد العالمي طبعا اللي تم توجيه الدعوات ليهم بهذه المناسبه. كانت مؤسسه جلوب سوكر قد طرحت استفتاء منذ فتره على موقعها لاختيار النادي الافضل في العالم وفي منطقه الشرق الاوسط على ان يكون قرار اختيار الافضل بنسبة 60% للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة وال 40% اللي متبقيين من قرار لرأي الجمهور، وطبعا حسم رأي الجمهور والأغلبية منهم في لجنة الاختيار هوية الجائزة. فاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. ألف مبروك وحاجة أكيد مشرفة جدا وحاجة متوقعة، يعني أعتقد كابتن بيبو يستحق ذلك وأكتر، والنادي الأهلي يستحق ذلك وأكتر، وجماهير الأهلي تستحق ذلك وأكتر. طيب معلش أنا هعتذر، بس إحنا هنروح بقى من الأخبار الإيجابية لخبر تاني هو الحدث فيه مشرف، لكن للأسف الشديد هو نقدر نقول تبعاته أو ردود الأفعال اللي إحنا شفناها واللي إحنا ما كناش متوقعينها للأسف من سخرية كان شيء غريب جدا. أنا بتكلم هنا عن واقعة التنمر على منتخب الأنسات تحت 20 سنة زي ما كلنا تابعنا بعد ما خاضوا مباراة لبنان الودية اللي شرفونا فيها، ولكن للأسف الشديد لقينا تعليقات على السوشيال ميديا من البعض خلينا نقول بقى ما عندهمش يعني ثقافة أو منعدم الثقافة منعدم الوعي، يعني شوفوا حضراتكم المصطلح المناسب اللي برضو أنا هكون واخدة بالي قوي وأنا بنقيه علشان أنا على الهوى. خلينا برضو نرجع نقول تاني الشخص اللي هو بيستظرف، وانا مش هقدر اقول غير ان هو بيستظرف او بيقل ادبه او فاكر ان هو كده راجل او ثقافته او التربية اللي هو تربى عليها في بيته معتقد ان هو كده لما يعمل فهو كده جامد قوي، يعني الثقافات او المصطلحات او تشوفوا حضراتكم برضو اختاروا المصطلح اللي يعجبكم، هو في الاخر لازم يبقى فاهم ان دي مش مصر وان في نفس الوقت هي دي مش ثقافتنا، دي ثقافتك انت او الفئه اللي انت جاي منها للاسف الشديد. وفي نفس الوقت برضو البنات اللي انتوا بتتكلموا عنهم دول على فكره دول ليهم اهل وليهم اخوات وبيروحوا المدرسه او بيروحوا وبيتعلموا، يعني ليهم حياه، فحضرتك لما بتخدش حياتهم بهذا الشكل وبتخدش حياه كل المجتمع بصراحه بتعليق زي كده حاجه محزنه. وخلينا برضو علشان يا كريم بصراحه انا برضو مع رايي ان احنا مش هنراهن على وعي الاشخاص دي في هذه القضيه او القضايا من هذا الشكل، احنا لازم يكون عندنا رد فعل قوي. يعني اولا فكره التنمر على فكره في القانون وفقا للقانون هو ليه عقوبه قد تصل للحبس، فحضرتك بمنتهى الشياكه كده لما تيجي تكتب بس ابقى عارف ان التعليق اللي انت هتكتبه اللذيذ ده زيك ممكن يحبسك، دي حاجه. الحاجه الثانيه القومي للمراه موجود بصراحه دكتور مايا مرسي عامله شغل محترم جدا وكان في بيان طلع وطبعا كان ضد كل هذه الافعال. الحاجه الثالثه والحلوه ان احنا بنتكلم زي ما كان في بعض يعني التعليقات السيئه من فئه احنا بنتمنى انها تنتهي او تختفي من او ثقافتها تختفي يعني من مجتمعاتنا، كان في ردود افعال كويسه جدا من شخصيات عامه ومن ناس ومصريين كتير ومن عرب عايزه اقول لك كانوا بيشجعوا البنات دي اللي شرفونا تاني كمصر. بنتكلم على منتخب يعني سيدات او انسات بيأدي دلوقتي يعني بشكل محترم جدا ولسه عندهم ماتشات كتيره، ف ربنا معاكم. انا وجهه نظري ان احنا مش مفروض ان هم يتاثروا بهذا الشكل. انت بتضحك ليه يا كريم؟ بضحك لان احنا داخلين على 2021 بالظبط، والله العظيم معاك حق، هي فعلا حاجه تضحك تصدق، يعني رد فعل يعني انا فعلا مش قادره اصدق قد ايه احنا وصلنا لهذه المرحله يا جماعه. احنا بنتكلم ان بنات بتلعب كوره عمالين نتريق عليهم، ومش تنمر على فكره، الموضوع في التعليقات لو حضراتكم شفتوه وصل لحد التحرش، فعيب
عيب، احنا مش كده. مصر دايما بلد الاصول وشعبها عارف كويس قوي الاصول وعندنا عادات، نتكلم احنا شعب متدين بطبعه، فكل اللي احنا فيه ده. طبعا مش هتكلم عن مصر، مصر مالهاش دعوه بيكم خالص، يعني انا بتكلم على الفئه دي. الفئه دي المفروض ان هي اتربت بينا وعاشت بينا وتعلمت بينا، فما يصحش ان احنا نبقى قدام العالم بهذا الشكل، عيب. يعني كنت متاكد دي ان الخبر ده حيسك خالد، ما كانش عندي ذره شك، واعتقد هو يسخن اي حد يا كريم ويضايق اي حد، لان عيب، عيب قوي لما نوصل فعلا زي ما انت قلت 2021 ولسه عندنا ثقافات او ناس بهذا الشكل، ولسه حتى عندنا مجرد النظره دي، النظره الدونيه دي اللي في غير محلها واللي غير صحيحه بالمره. طبعا الكلام اللي اتقال ده بشكل او باخر كمان قاله الكابتن احمد رمضان وهو المدير الفني للمنتخب، علق وقال ان البنات دول اتعلموا تعليم كويس جدا، ثقافتهم عاليه جدا، بيأدوا اللي عليهم بمنتهى الشرف، رغم ان هم ما كانوش بيتدربوا معاه اكتر من حوالي 50 يوم بس، وكانوا عايزين يعملوا حاجه عشان مصر، وان اللي بيتنمروا عليهم كان المفروض ان هم يعني ايه يفكروا قبل التنمر ده مره واثنين وثلاثه قبل ما يقولوا اي حاجه من السخافات اللي اتقالت عن البنات دي، لان هم بالفعل كان هدفهم نبيل جدا وهدف مشروع. المفروض ان احنا نشجعهم على فكره مش نتريق عليهم، فكره ان هم يعلوا من شان كره القدم النسائيه في مصر. هم في الاول وفي الاخر بيلعبوا باسم مصر وهيلعبوا باسم مصر في بطولات دوليه وعالميه، وممكن جدا لما يحققوا مراكز متقدمه هيكونوا شكل يعني بشكل مباشر سبب في رفع علم مصر في محافل دوليه رياضيه مختلفه. فيعني اللي عنده كلمه حلوه يقولها، اللي ما عندوش كلمه حلوه فليصمت، على الاقل ينقط بسكاته يعني اضعف الايمان. والله دي حاجه حقيقيه. وبعدين هنرجع نقول دول بطلات ورافعين اسم مصر، انت مين يعني بيتريق ده ولا داخل يستظرف اللي هو ده ابو دم خفيف ده، يعني انت مين؟ بس عايزين نعرف. يعني خلينا ننتقل من الموضوع ده ونروح بقى نشوف كده توقعات الطقس ودرجات الحراره ونرجع نكمل. طيب نعرف مزيد من التفاصيل مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود بنصبح على حضرتك انا وكريم، صباح الخير. صباح الفل عليك واهلا بيكم يا فندم وبكل مشجعي الاهلي. اهلا بحضرتك، ويا ريت كده يعني انا بتمنى والله اعلم ان يبقى في خبر حلو كده عن سقوط سيول او امطار. برضه انت برضه هي هتموت وتغرقنا يا دكتور. عايزه تعيشنا في اجواء من الطرطشه يعني باي شكل. طب امطار ماشي، لكن سيول يعني طمنا يعني كده يا دكتور محمود اخر اسبوع يعني ليه بس؟ ليه بس؟ احنا اهم حاجه عندنا الجو يكون مستقر والاوضاع تكون هاديه عشان حتى الاهلي على الاقل يعرف يلعب ماتشات يتمرن. صحيح، خلاص كده كده صح. لا عايزين نطمن من حضرتك دكتور محمود خلاص عن اخر بقى كام يوم في السنه 2020 كده، ونشوف الدنيا اخبارها ايه. كمان في ناس اعتقد ان هي برده هتكون مسافره، فخلينا نعرف من حضرتك. اتفضل. طبعا في البدايه صباح الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين وكل الشعب المصري بألف خير، وسنه جديده ان شاء الله تكون سعيده علينا كلنا يا رب. والحمد لله احنا عملنا اللي علينا وبنحن الارصاد بادئينها سنه جميله جدا، اجواء مستقره بشكل كبير، طقس بالفعل احنا شايفين سطوع اشعه شمس يعتبر طقس شتوي مائل للدفء خلال فترات النهار، فترات الليل ما فيش كلام طبعا، مجرد ما تبدا تغيب اشعه الشمس بنلاحظ انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره بما اننا في فصل الشتاء، وبالفعل درجه الحراره ما بين 11 و 12 درجه في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح على القاهره وشمال البلاد. شمال وجنوب الصعيد بتنخفض درجه الحراره كمان الى 9 درجات و 8 درجات في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح.
الاجواء بنقولها انها بتميل للدفء خلال فترات النهار وبتكون شديد البروده في فترات الليل. ولكن الظاهره المؤثره بالفعل خلال هذه الفتره هي الشبوره المائيه. بالفعل الشبوره المائيه بتكون كثيفه على بعض الطرق، خصوصا زي ما بقول دايما كل ما بنقترب من طرق زراعيه او طرق قريبه من مسطحات مائيه بنلاقي كثافه الشبوره زايده شويه، خاصه على الطرق السريعه. الفتره دي الالتزام بتعليمات الاداره العامه بخصوص السرعات مهم جدا، الاداره العامه للمرور طبعا. طبعا بتبدا تحسن الرؤيه مع سطوع اشعه الشمس بشكل مباشر بعد الساعه 8 كده، بنلاقي الرؤيه بتتحسن تدريجيا، ما فيش تحسن شديد ولكنها تدريجيا كده بتبدا تتحسن الرؤيه. فيعني اللي عنده مشوار او اللي عايز يخرج بره القاهره للاحتفال باعياد راس السنه يفضل القياده بهدوء على الطرق لو اضطرينا ان احنا نخرج بدري. انما لو الاجواء معانا فيها متسع من الوقت يبقى بعد الساعه 7 نبدا نتحرك ونبدا نفقد الطرق. ايضا اثناء الاحتفالات في فترات الليل ارتداء الملابس الشتويه الثقيله، خصوصا ابنائنا الاطفال، مهم جدا خلال الفتره الجايه. فرص الامطار ضعيفه جدا وخفيفه على مناطق من سواحلنا الشماليه، بخلاف كده الاجواء مستقره على باقي انحاء الجمهوريه. رائع جدا جدا، دايما بتطمنا دكتور محمود، شكرا لحضرتك جدا. صباح الفل على حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معانا. طيب احنا تقريبا كل اسبوع بنتكلم مع حضراتكم وبنتابع مع حضراتكم فعاليات مختلفه وانشطه مختلفه للجان المختلفه الموجوده داخل النادي الاهلي. النهارده معانا تقرير عن الكشافه وتعريف بنشاط مهم جدا وهو اليوم الكشفي ضمن انشطه لجنه الطفل بالنادي الاهلي. خلونا نشوف التفاصيل من خلال هذا التقرير، اتفضل. عباره عن المهرجان التعريفي للكشافه والمرشدات. احنا الحقيقه بعد الحمد لله ما نجح عندنا فكره العاب القوى، بدا عندنا ندور على المطالب الثانيه اللي موجوده للاعضاء، علشان احنا حابين دايما كلجان تطوعيه ولجان معاونه لمجلس الاداره ان احنا بنحاول نرضي جميع الاعضاء او الرغبات بتاعت اعضاء النادي الاهلي في الثلاث فروع. كان من ضمن الحاجات اللي كانت مطلوبه جدا ان الناس كان نفسهم ان هم يعرفوا يعني ايه كشافه ومرشدات. بدانا نتواصل مع وزاره التربيه والتعليم، كان في الاداره المركزيه للانشطه الطلابيه والاداره المركزيه للاتحادات الطلابيه. الحقيقه احنا لقينا استجابه كبيره جدا من وزاره التربيه والتعليم، من الدكتوره ايمان حسن ودكتوره جيهان علام ودكتوره زهره، ان هم قدروا انه يتواصلوا معانا. وفضلنا بقى لنا حوالي مثلا شهر احنا بنتواصل احنا ازاي اليوم هيتظبط واليوم هيمشي بترتيب معين. هم تواصلوا مع مدرسه من احدى المدارس اللي هم بيشتغلوا معاهم وعندهم فريق كشفي فعليا، وهم جابوهم النهارده معانا زي ما انت شايفه كده، وبداوا يعملوا يوم تمثيلي كامل بالصيحات بالربطات بالخيم بكل حاجه، على اساس ان هم يبداوا اولادنا يعرفوا الحاجه على عينها، يعني الحاجه على الواقع نفسه. واحنا بدانا الاول عملنا اعلان في النادي للاطفال اللي حابين يشتركوا في الكشافه، كان تسجيل الاسماء في العلاقات العامه في الثلاث فروع في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وحقيقي كان في اقبال كبير من الاطفال. يعني احنا كنا محددين 100 طفل، العدد تقريبا اكتمل في يوم. بدانا النهارده من الساعه 9، اليوم مستمر لحد الساعه 5، مستضيفين فريق كامل من الكشافه هيعلم الاطفال كل حاجه في الكشافه، الربطات والصيحات وربط الخيام وكل ما يتعلق بالكشافه. اشكر النادي الاهلي على الترحيب اللي هم عملوه بينا، اليوم كان حلو جدا. بدانا الاول بان احنا نقول الصيحات الارشاديه بتاعتنا وصيحات الترحيب بتاعتنا، وبعد كده بدانا ان احنا نعمل خيمه، وبعد ما خلصنا ان احنا نعمل الخيمه عملنا العقد البسيطه، عملنا المجاميع على هيئه سيركل، وكل كل سيركل فيها مشرفين بتوعنا كلهم طبعا عارفين يعني ايه كشافه كويس قوي. علمناهم العقده البسيطه والعقده الافقيه وان احنا بنستخدمها ازاي في الحياه بتاعتنا، والعقده البسيطه يعني مش لازم بالبروشور بس اللي هو الحبل، ينفع نستخدمها ازاي. ونفس القصه العقده الافقيه بنستخدمها في رباط الكوتش ازاي. كل اعضاء النادي الاطفال كلهم بلا استثناء العقده الافقيه والبسيطه عملوها. الاهداف منها كتير قوي والاطفال بيتعلموا منها حاجات كتير، اولهم الاعتماد على النفس. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وقبل ما نبدأ استكمال يعني الأخبارنا كنا بنتكلم كده في الفاصل ده عن فكرة هنا رأس السنة، وهل فعلا في ناس هتحتفل برأس السنة. كنت أنا وكريم بنتكلم، ففي خبر كان من 4 أيام تحديدا حول يعني أن الحكومة أعلنت أن هو يعني غلق، مش غلق تام بس مش هيبقى فيه احتفالات وإلغاء أي احتفال في ليلة رأس السنة. فربما دي خطوة إيجابية من قبل الحكومة. لسه كنا بنبدأ دلوقتي حلقتنا وبنتكلم أن لازم يكون في
خطوات حقيقيه بتتخذ، مش فكره وعي المواطن، لان لو سيبنا وعي المواطن اعتقد كل الناس هتسهر اليوم ده. فده خبر كويس، ولكن انا مش عارفه بقى هل هيتطبق ولا لا، ولا هتلاقي الناس بتتحايل وهتعمل حفلات في البيوت؟ يعني اكيد ممكن ده برضو يبقى موجود. بصي، هو اللي هيخلي الخطوه ايجابيه هو تفاعل الناس وسلوكهم الايجابي هم كمان، يعني ما يبقاش في مثلا قرار بغلق اي اماكن فيها فرصه تجمعات احتفاليه عشان راس السنه، ونروح احنا نعزم مثلا كل العماره عندنا على العشاء او عدد حتى يبقى يعني محدود، صح؟ هتبقى برضه هي ما عملناش حاجه يعني، فاهمه ازاي؟ المبدا نفسه احنا عندنا دايما قدره ان احنا نضرب المنطق في يعني في مقتل زي ما بيقولوا، فما بدهاش يعني. وبعدين دي في الاول وفي الاخر هي ليله يعني ويوم يعني. هي ليله طبعا مميزه، لكن ممكن يبقى نتيجتها وحشه جدا، فيعني نتمنى ان يكون في فعلا وعي، ولو الموضوع هيبقى في البيوت ناس هتحتفل مع اهلها او اصدقائها يعني بقى كمان اعداد محدوده، ويبقى في اجراءات متخذه علشان قدر الله ما نخشش 2021 اعداد حتى في وسطنا في اهالينا متزايده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كمان في عقوبه اللي انا عرفته عن اي حد مش هيلتزم من ناحيه المنشات السياحيه وغيره والمطاعم، يعني هيبقى في غلق اداري وايقاف حاجات زي كده. فواضح ان الحكومه فعلا مش بتهزر المره دي، الموضوع جد جدا، خصوصا كمان احنا بنتكلم ان اوروبا اعتقد عندها اغلاق كامل معظم الدول الاوروبيه، وكنا لسه بنقرا عن انجلترا تحديدا. طبعاً. فالموضوع مش هزار، فاحنا كمان يا ريت نخلي بالنا عشان اليوم ده يعدي ان شاء الله على خير. نكمل بقى مع حضراتكم ونروح دلوقتي للنادي وزميلتنا العزيزه هناك هنا ابو القاسم، هنعرف منها اخبار النادي الاهلي. يا هنا صباح الخير، صبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بداية أسبوع جديد، ويمكن الأسبوع الأخير في سنة 2020. زي ما أنتم شايفين طبعا في الباك جراوند، الاحتفالات بدأت في النادي والديكوريشنز بالسنة الجديدة. إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم جميعا وعلى كل مشاهدينا. طبعا زي ما أنتم قلتوا، الحقيقة أنه سنة 2020 مستمرة في تحقيق الألقاب للنادي الأهلي. يعني النهارده هيتم تكريم النادي الاهلي كنادي القرن الافريقي وكمان الاكثر تتويجا في الشرق الاوسط، وكان غادر طبعا كابتن محمود الخطيب امس للامارات لحضور الحفل النهارده وكمان تكريم النادي الاهلي. حابه ابارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ولكل الاهلاويه، والحقيقه ان خلاص هو ده النادي الاهلي، والمتعودين خلاص على حصول على القاب جديده وبطولات جديده. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا امبارح استأنف الفريق تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة منذ عودة الفريق طبعا من النايجر. الحقيقة ان المران امبارح كان على هامش المران قام الثنائي محمد محمود وكمان كريم نيدفيد باستكمال البرنامج التأهيلي لديهم طبعا عن طريق عمل بعض التدريبات في صالة الجيم، وكمان كان الجزء الآخر من المران على الملعب. ان شاء الله بنتمنى لهم الشفاء العاجل وان هم يرجعوا يشاركوا في التدريبات الجماعيه في اقرب وقت. النهارده هيواصل طبعا الفريق تدريباته استعدادا لمباراه غدا امام الاتحاد السكندري. المباراه هتكون الساعه 7:30 على ملعب الاهلي والسلام. المباراه الحقيقه هتكون مباراه قويه، طبعا فريق الاتحاد فريق كبير، بنتمنى لفريقنا الفوز وانه يحسم المباراه لصالحه ويزيد عدد نقاطه لثلاث نقاط جداد. خلونا بقى دلوقتي نروح لناشئين كرة القدم، والحقيقة أنه كان ويك أند حافل بالانتصارات. قدر يفوز فريق 2001 على MP بنتيجة 2-1، كان أحرز الأهداف أحمد أشرف وعمر رزق عشان يرفعوا عدد النقاط ل 13 نقطة. الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط، طبعا ده ضمن منافسات عفوا بطولة الجمهورية. أما بقى ناشئين 2006 فقدروا يفوزوا بنتيجة 2-1 على البنك الأهلي، أحرز الأهداف يوسف السيد وعبد الرحمن النحاس، يرفعوا عدد نقاط الفريق ل 12 نقطة طبعا في جدول الترتيب بالفوز في جميع المباريات. أما بقى شباب مواليد 99 فقدروا يفوزوا برباعية نظيفة على الجونة، كان أحرز الأهداف مصطفى إلياس، مصطفى فوزي، زياد طارق ومحمد نصير، عشان كده يكونوا رفعوا عدد النقاط ل 9 نقاط بتسجيل 10 أهداف واستقبلوا 3 أهداف فقط. أما بقى عن براعم 2008 فقدروا يفوزوا
على الدرب الأحمر بخماسية نظيفة طبعا ضمن منافسات مهرجان البراعم للسوبر. أحرز هدفين يوسف عبد القوي وهدف لزياد كمال، أحمد عصام ومازن هاني. الحقيقة ببارك طبعا لكل الناشئين على الأداء المميز اللي عملوه والفوز في جميع المباريات. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. طبعا النهاردة هنشهد مباراتين مهمين جدا في كرة السلة، وهو نهائي بطولة الدوري المرتبط لسيدات السلة وكمان رجال السلة. سيدات السلة هيلعبوا أمام سبورتنج الساعة 5 مساء بالإسماعيلية. الحقيقة المباراة دي كان المفروض تتلعب أمس، لكن بسبب الخطاب اللي أصدرته اللجنة الأولمبية تم تأجيل المباراة للنهاردة عشان الإجراءات الاحترازية، كل ده طبعا حفاظا على سلامة اللاعبين اللي هي أهم حاجة بالتأكيد. الحقيقة أنه كان تأهل فريق سيدات كرة السلة للنهائي بعد الفوز طبعا على سبورتنج بنتيجة 53-25. بنتمنى لهم الفوز في مباراة النهاردة وتحقيق مباراة قوية زي ما عودونا دايما. أما بقى عن رجال كرة السلة، فالنهاردة عندهم برضو نهائي بطولة الدوري المرتبط أمام نادي الاتحاد، ده طبعا بعد تخطي نادي سبورتنج. والحقيقة أنا حابة أتكلم أكتر عن مباراة نصف النهائي أمام سبورتنج. الحقيقة أن رجال السلة عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم أن هم كانوا متأخرين في الفترة الأولى والتانية من المباراة، لكن قدروا يعملوا كامباك وينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 83-70 ويتأهلوا طبعا للمباراة النهائية. بنتمنى لسيدات ورجال كرة السلة الفوز في مباريات النهائية النهاردة. وحابة بقى أنوه لكل مشاهدينا أنه هيتم بث المباريات على شاشة قناة النادي الأهلي، فياريت طبعا يتابعونا ويكونوا دعم للفريق زي ما هم دايما ما عودنا. دي أخبار الفرق الرياضية وكمان الأجواء داخل النادي الأهلي. العودة ليكم مرة تانية يا هواندو يا كريم. شكرك جدا 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 زميلتنا العزيزه الشاطره حقيقي هنا ابو القاسم على التغطيه الجميله دي، شكرا ليكي. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على مقر جريده اليوم السابع المتواجد فيه او المتواجده فيه زميلتنا العزيزه مريم سميح، واللي عندها لينا مجموعه من الاخبار المهمه، ولكن اكيد هنحب نتوقف شويه من ضمن الاخبار دي عند الخبر المتعلق بالجوائز اللي بتنتظر النادي الاهلي ومحمد صلاح في حفل جلوب ساكر النهارده ان شاء الله في دبي، وكمان رساله الطمانه اللي بعتها مؤمن زكريا لكل محبيه ولكل متابعيه في كل مكان. مريم صباح الفل عليكي، سامعينك، اتفضلي اهلا بيكي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع، إن شاء الله هيكون معانا يا كريم كل الأخبار اللي أنت لسه حالا ذاكرها يعني، والبداية طبعا مع حفل جوائز جلوب سوكر. ولكن البداية من موقع اليوم السابع، الجوائز تنتظر الأهلي ومحمد صلاح في حفل جلوب سوكر اليوم. ينطلق اليوم الأحد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، طبعا قبليه هيكون يكون في مؤتمر صحفي في تمام الساعة 4:30 عصرا، ثم بينطلق الحفل واللي تم غلق التصويت أو تصويت الجماهير فيه تحديدا يوم الاثنين الماضي. طبعا عايزين نقول على هامش التقرير أنه بيعتمد التصويت على 60% من اللجنة أو لجنة التحكيم و 40% من الجماهير، واللي تم إغلاقه زي ما قلنا أو ذكر التقرير يوم الاثنين الماضي. هيقام الحفل على هامش الدورة الرابعة 10 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، ويقام أولا المؤتمر الصحفي زي ما قلنا، وتعد هذه النسخة من جلوب سوكر هي نسخة خاصة جدا لأن هي بتحتفل بالأفضل خلال القرن 21 في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2020. كمان تواجد النادي الأهلي في قائمة الأندية اللي هتتنافس على الأفضل في القرن 21، ده طبعا مع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة. كمان بيتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح في منافسة قوية وشرسة جدا كأفضل لاعب في القرن 21 في جلوب سوكر، مع طبعا يعني ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وكمان رونالدينيو، وده طبعا زي ما قلنا على الفوز بجائزة أفضل لاعب في القرن 21. كمان من المقرر انه على هامش يعني توزيع الجوائز جلوب سوكر انه هيكون في كلمه هيتم القائها من السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، هيقول يعني خلالها او هيعبر عن دور يعني الرياضه العظيمه كره القدم، دورها في نشر التسامح والتلاقي بين الشعوب، وكمان قد ايه هي رياضه عظيمه بتتسبب في اسعاد جميع الشعوب واسعاد عشاقها على وجه التحديد بهذه الرياضة.
كمان من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة يفتح التحقيق في عمل مدربي المنتخبات بالأندية رغم قرار المنع. قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تفعيل قرار منع أي مدرب أنه هو يجمع ما بين التدريب في أي منتخب وطني وفي أي نادي آخر. ده كمان على أن يتم إلزام جميع المدربين بالتفرغ تماما للمنتخبات الوطنية في حال ترشيحه لتدريب المنتخب، ذلك بعدما اكتشفت اللجنة الثلاثية أن هناك أكثر من مدرب بيجمع ما بين العمل أو التدريب ما بين المنتخبات الوطنية وما بين نادي آخر، وتحديدا في قطاعات الناشئين وآخرهم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب. طبعا عايزين نقول أنه هو يعمل بنادي الزهور في نفس التوقيت، وبيتم التحقيق في هذا الأمر حاليا بمعرفة اللجنة القانونية. من سكاي نيوز عربية رسالة من مؤمن زكريا، سأكون معكم قريبا. بعث اللاعب المصري مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي رسالة طمأنة وتفاؤل لكل عشاقه وكل محبيه اللي كانوا داعمين فيه بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. ده طبعا بعد ما تعرض النجم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي يعني ليه فترة مرض وتعب مر بيه، وكان مرض نادر يعني بيصاب بيه نسبة نادرة جدا من سكان العالم، وهو اتصال بالجانبي الضموري في العضلات، وزي ما قلنا اللي بيصاب بنسبة نادرة جدا من سكان العالم. كتب زكريا صاحب 32 عام في رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمها التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر. وكمان اختتم رسالته: أبشركم قريبا سأكون معكم. يعني يمكن مؤمن زكريا ادى الأمل لناس كتير جدا ان هو يكون متواجد في الملاعب خلال الفترة المقبلة بعد تحسن حالته الصحية، وده طبعا بعد تحسن حالته النفسية كمان اللي تسبب فيها الدعم الكبير اللي لقاه من جمهوره وكمان زملائه اللاعبين والقائمين على النادي الأهلي على وجه التحديد، وكمان من الكاف، لأنه كشفت وسائل إعلام مصرية من خلال تقرير سكاي نيوز عربية أنه تحسنت حالة مؤمن زكريا بشكل كبير جدا، ولأنه بيتابع كمان برنامجه العلاجي عبر تقنيات الاتصال بالفيديو وحملات الدعم اللي تلقاها من الكاف والأهلي ومنتخب مصر، ساهمت في شكل كبير جدا انه هو يتحسن على المستوى النفسي، وهو اللي تسبب في يعني تقدم حالته الصحية بشكل كبير. من موقع روسيا اليوم: الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون يمنع لاعبيه من التسوق. منع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم لاعبيه، كما ذكر موقع روسيا اليوم، إن هم يتسوقوا أو يعملوا شوبينج في المولز أو المتاجر خاصة في خلال هذه الفترة، لأنه طبعا يعني تفشي فيروس كورونا في البلاد بيكبر يوم بعد يوم، وهم بالنسبة لهم مش عايزين يكون في أي خطر في صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة. كمان مدرب ولفرهامبتون البرتغالي سانتو قبل مباراة فريقه توتنهام مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الـ15 قال في تصريحات إن يعني لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم، يقصد طبعا اللاعبين إنه في موظفين لو اللاعبين محتاجين أي شيء أو أي مستلزمات في موظفين يعني موجودين لتأدية هذا الدور علشان الحفاظ على الفريق، خاصة إنه أضاف في تصريحاته: علينا تجنب بأي نوع من أنواع المخاطر لأن لدينا فريق صغير ولدينا مشاكل مع بعض اللاعبين الغائبين، ولا يمكننا خسارة أي لاعب، ونقول لهم بشكل يومي لا تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حذراً. من موقع في الجول: من نقلا عن صحيفة ماركا الإسبانية، اتفاق مبدئي ما بين مودريتش وريال مدريد على التجديد. توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع لاعبه لوكا مودريتش من أجل تجديد العقد عام، يعني لمدة عام واحد فقط، لأن كان هينتهي عقد طبعا لوكا مودريتش خلال الموسم الجاري أو صيف 2021، ولكن باتفاق مبدئي تم يعني الاتفاق مع لوكا مودريتش أنه يتم تجديد العقد حتى صيف 2022. كمان بيكون بهذا الاتفاق وصل مودريتش أو أكمل 10 سنوات بين جدران ريال مدريد مع نهاية عقده في 2022، ده طبعا بعد ما كان قادما أو تعاقد مع النادي في 2012 بعد ما كان قادما من توتنهام هوتسبير. كمان ذكر التقرير أنه صاحب 35 عام تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية بيعني مبالغ مالية بهائية
شهيرة جدا من دول عربية كتير وكمان من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه فضل التمسك وكانت رغبته الأساسية في أنه هو يبقى في ريال مدريد. اخيرا قبل نهايه جولتنا الصحفيه عايزين نفكر طبعا مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في تمام الساعه 7:30 مساء، كمان في الدوري الانجليزي عده مباريات ابرزها ليدز يونايتد وبيرنلي في تمام الساعه 2 ظهرا، ويست هام يونايتد وبرايتون في تمام الساعه 4:15 مساء، وليفربول وويست بروميتش في تمام الساعه 6:30 مساء، واخيرا وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعه 9:15 مساء. يعني دي كانت جولة لأهم المانشيتات الصادرة صباح اليوم الأحد من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا على عودة الاستوديو مرة أخرى. شكرا زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي. والحقيقة ما فيش شك أن الخبر المتعلق بمؤمن زكريا خبر سعيد ومبهج وملهم لكثير جدا من الناس اللي ممكن تبقى عندها شيء من اليأس نتيجة إصابتها بأمراض مختلفة، وكمان يورينا حاجة كويسة. يعني دي برضو هربط لك بين التفصيلة دي وبين اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية، فكرة ان الدعم قد ايه ممكن يعمل مفعول السحر، الكلمة الطيبة بتطبطب وبتبني، وفي المقابل زي بقى ان كل الناس اللي كنا بنتكلم عليهم المتنمرين الكلمة الغير طيبة بتكسر وبتهد. يعني شفنا الدعم اللي حظى بيه طبعا مؤمن زكريا، وطبعا ملايين الدعوات بالمناسبه من الاهلاويه ومن غير الاهلاويه اللي بيحبوا مؤمن زكريا كلاعب مصري محترم وجميل ومهذب جدا الحقيقه اخلاقيا وسلوكيا داخل وخارج الملاعب. فيعني نهتم بقى زي ما بنهتم ان احنا نضيع وقتنا باننا نستلم حد معين او كيان او جهه معينه ونقعد نتنمر ونتريق. طب ما اديكم شفتوا يعني الكلمه الطيبه بتعمل ايه والكلمه الغير طيبه بتعمل ايه. بص يعني في الاول وفي الاخر اي حد بيتنمر او بيقلل من الاخر ده هو بيكون شعر ان هو شخص قليل، فما فيش اي بني ادم ناجح هيتريق او ان هو هيقلل او هيتنمر او هيتحرش او الى اخره باي شخص، هو اذا كان هو شايف نفسه كده هيعمل كده. انما طول ما انت شايف نفسك ناجح عمرك ما هتعمل او هتسلك هذا السلوك، فمعروفه يعني مش هنجادل كتير في النقطه دي، ولكن احنا بنتكلم هنا ان اذا كانت الابتسامه صدقه يعني ديننا علمنا حاجه زي كده، فما طبعا الكلمه الطيبه برضو اكيد صدقه. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اذا كنا مش قادرين نساعد بعض بالافعال يا ريت حتى كلامنا يبقى كويس. خلينا بقى ننتقل لحاجة تانية كويسة جدا برضو، بنتكلم عن استغلال دايما أي ظرف بيحصل بس إن احنا نحاول نطلع منه حاجة إيجابية. كنا بنتكلم عن إن اللجان في النادي الأهلي إزاي بتقدم فعاليات ومسابقات مختلفة، في كان مبادرة كمان اسمها يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. المبادرة دي كانت أو بدأت في فكرة إن احنا عندنا كورونا وحظر، بس احنا مش هنفضل قاعدين، احنا عايزين نشتغل، عايزين ننجز حاجات على الأرض، وده اللي النادي عمل والمبادرة دي تحديدا. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. احنا سعداء جدا بوجودكم النهارده ويوم جميل، لانه لحظه التكريم دي كل طفل هيفضل فاكرها كويس جدا. اللجنة العليا عملت مبادرة اسمه يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة، وكل اللجنة ابتدت تفكر في هذه المبادرة تعمل ايه. يعني احنا الناس كلها قاعدة في البيوت وكان في حظر تجول، الناس ما كانتش بتنزل وخايفين وكده، فبدأنا نفكر، اجتمعت باللجنة الثقافية وبدأنا نفكر فكرة ان احنا نعمل مسابقة من الحاجات اللي ممكن تبدع ويتم إبداعها في المنازل زي الأدب والشعر والقصة القصيرة والرسم والحاجات دي، وأعلنا عنها وعملنا. طبعا احنا الأول كنا عاملين لينكات كتيرة جدا للناس وهي قاعدة في الوقت ده تتفرج على متاحف وتتفرج على معارض فن تشكيل وتتفرج على مسرح وتتفرج على غنى، لكن كان لازم هم يشاركوا كأعضاء يعني يعملوا نشاط، فعملوا النشاط ده بتاع مسابقة الأدب والقصة القصيرة والشعر العامية وشعر الغناء وشعر الفصحى. وبصراحة أنا ما كنتش متوقع إن عدد كبير كده يشارك، والعدد كبير جدا تقدم وبعتوا على اللينكات على الجروب، منهم المجموعة العظيمة اللي كسبت النهاردة الجوائز والتكريمات اللي اتكرمت النهاردة. التكريم ده بيعتبر فعلا شهادة تقدير، وهي القصة احنا مسابقة اللجنة الثقافية كانوا عاملين كذا قصة، اعلنوا على يعني السوشيال ميديا وصفحات بتاعة النادي وكده ان في عشان فترة الكورونا اللي احنا كنا كلنا في البيت، ودي فكرة انا يعني بحييهم عليها فعلا، فكرة جميلة ان يبقى في انشطة، كان في طبعا وقت فاضي عند الناس كلها، فليه لا ان احنا نعمل حاجة، وفكرة انها مربوطة بالنادي اللي احنا بنحبه، فدي كانت حاجة جميلة جدا. فطبعا في المجال اللي انا يعني
الحمد لله عندي موهبة مش بطالة فيه، فالمجال الثقافي، فكانت اللجنة الثقافية أعلنت إن هيبقى فيه مسابقات مختلفة، كان من ضمنها القصة القصيرة، فاتقدمت والحمد لله كسبت المركز الثاني، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. يعني حابب أقول إن احنا المبادرة دي بالذات كانت بالنسبة لنا من الحاجات المهمة في السنة اللي عدت دي. أنا يعني تقريبا اتكلفت برأس اللجنة العليا في آخر يناير. المبادرة دي تقريبا بدأت بعد تكليفي بشهر ونص تقريبا، جت فترة الحظر المنزلي، كانت من الحاجات اللي طلعت من اللجنة العليا واللجان كلها شاركت فيها. أنا سعيد بيها جدا طبعا، وسعيد بمشاركة الأعضاء أونلاين. احنا عملنا منصات تعليمية بتوجه الشباب احسن مجالات كورسات ان هم يقدروا ياخدوها ويستفيدوا بوقتهم، ويقدروا ان هم يستفيدوا منها وهم قاعدين في البيت من غير ما يروحوا اي حته. واحنا وفرنا لهم في مجالات مختلفه جدا كورسات كتير جدا يقدروا يستفيدوا منها، ويمكن لاقت اقبال كبير عند شباب النادي الاهلي. اسم المسابقه كانت دعم اطباء مصر او دعم من جيش مصر. فكره المسابقه كانت هايله جدا ان احنا ندعمهم، لان كانت فتره صعبه قوي قوي عليهم. طبعا فكرتها عجبتني قوي، وكان نفسي ان اطلع فكره فعلا اقدرهم فيها واقدر شغلهم فيها. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، رجعنا لكم مره ثانيه عشان نبتدي معاكم فقرتنا الحواريه اللي مشرفنا من خلالها النهارده ان شاء الله كابتن ايهاب المصري، مهاجم المقاولين العرب ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك وسعداء بوجودك معانا. اهلا، صباح الفل عليكم، وطبعا سعيد جدا انا متواجد معاكم النهارده، وكل سنه وحضراتكم طيبين وصباح الفل على كل الاهلاويه في مصر كلها. صباح الخير على حضرتك، يعني احنا سعداء انك معانا في 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي كمان، ونتكلم عن نادي المقاولون العرب، واكيد نادي عريق ونادي كبير جدا وليه كمان يعني بطولات عديده. وشفنا في التقرير يعني كده زي نبذه عن حضرتك، لكن انا يا كابتن عايزه اسمع منك بقى اكتر، يعني نبدا كده من فكره الناشئين كمان. يعني طبعا انا سعيد جدا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان انا متواجد، وليا الشرف تكون ليا المره الاولى اللي انا اتواجد في قناه النادي الاهلي، حاجة يعني تضيف لي طبعا في تاريخي كله ان انا اكون موجود متواجد في قناة النادي الاهلي ويتابعني جمهور النادي الاهلي. انا بدأت قصتي في ناشئين نادي المقاولين العرب موسم 97، بالاخص كان بعد مباراة سودي جراف في نهائي كاس افريقيا للنادي المقاولين، كانت هي موسم 96، فانا كنت متواجد في المباراة فحبيت نادي المقاولين من خلال المباراة دي، ف بقى عندي شغف ان انا اروح التحق بنادي المقاولين، لانه في التوقيت ده كان كله بيشكر في ناشئين نادي المقاولين. احد الجيران يعني الافاضل في حلوان في المنطقه اللي انا كنت ساكن فيها عرض عليا الانتقال لنادي المقاولين والاختبار هناك، رحت انا ووالدي طبعا، ومن وقتها الحمد لله رحت سنه 97 والتحقت بنادي المقاولين، كملت في نادي المقاولين حتى يعني تدرجت بقى في قطاعات الناشئين كلها لحد ما طلعت الموسم لحد 2003 لما طلعت فريق اول مع كابتن يوسف عبد الغني، وبعد كده كابتن حسن جه كمل المسيره، خدنا كاس مصر وكاس سوبر من النادي الاهلي ومن النادي الزمالك. بعد كده انا كملت كنت اطلع وانزل الناشئين تاني واطلع العب فريق اول، بس جه البدايه الحقيقيه كانت ليا في ماتش الاتحاد والمقاولين، كان اخر ماتش في الدوري وكان لازم نادي المقاولين يكسب الماتش ده، فانا كنت لسه ناشئ، فكابتن رضوان كابتن محمد رضوان كان هو المدير الفني لنادي المقاولين ساعتها، استعان بيا في الدقيقة 22 انا فاكر، في الدقيقة 23 اول كرة ليا لمستها جبت جول وكسبنا 1-0، وكان هدف بقاء نادي المقاولين العرب، ومن هنا بدأت القصة يعني بقى لغاية موسم 2010 لحد ما بقيت كابتن في يوم من الايام كابتن نادي المقاولين العرب. ونادي المقاولين العرب في موسم 2010 رفض انتقالي للنادي الاهلي بشكل يعني بشكل قاطع، يعني ان انا كنت خلاص قعدت مع الباشمهندس عادل فيا وخلصت كل حاجه، نادي المقاولين كان رافض. موسم 2010 في الانتقالات الشتويه النادي المصري البورسعيدي، طبعا مستر كامل ابو علي وقتها مستر كامل اشتراني من نادي المقاولين العرب بمبلغ 2.5 مليون واثنين لعيبه راحوا نادي المقاولين، فتره مهمه جدا طبعا بعد نادي المقاولين اللي هي كانت الاساس واللي هي عملت اسم ايهاب المصري. فترة النادي المصري كانت فترة مغايرة تماما لنادي المقاولين، النادي المقاولين نادي مش جماهيري، نادي شركات او مؤسسات ما عندوش جماهير كتير، بس هو يعني صنع اسمي، فكانت التكملة بقى في بورسعيد مع النادي المصري مع جيل محترم. لقيت موضوع تاني خالص في بورسعيد، انا اقول لحضرتك مع النادي المصري ما بيهزروش، بيحبوا النادي المصري طبعا. جدا بيحبوا الكورة،
يمكن انا فاكر اول يوم استقبال ليا في النادي المصري كنت انا ومؤمن زكريا ربنا يشفيه طبعا واتمنى له الشفاء والخبر السعيد اللي قريناه كلنا. كنت انا وهو رايحين في نفس اليوم استقبلونا استقبال الابطال في الفندق. جونا على الفندق مع مستر كامل. تاني يوم كان في ماتش المقاصه المصري والمقاصه والمصري كسب فاحنا كنا في الملعب ومستر كامل خدنا ولف بينا الملعب والجمهور كان فرحان. يعني انا اقصد نقله ثانيه كبيره جدا في حياتي ساعدت كتير جدا جدا في الحمد لله الواحد وصل له بجماهيرة النادي بشعبيه النادي بالجمهور اللي كان ورانا والحمد لله بعلاقتي بالجمهور المصري لحد دلوقتي. يعني بس كان فيها بعديها برضو كذا نقله ثانيه. ما انا لسه اقول لحضرتك يعني النادي المصري بعد كده رحت اعاره سموحه مع كابتن شاو غريب بعد كده رجعت على النادي المصري للظروف اللي حصلت ساعتها رجعت على النادي المصري وبعد كده رحت نادي بتروجيت ومن بتروجيت رحت اسوان عملت موسم من احلى مواسمي في الكوره مع كابتن عماد النحاس وقدرنا نساعد نادي اسوان على البقاء في الدوري الممتاز. بعد اسوان حصل معايا شويه مواقف بقى يعني مضيت في نادي المقاولين تاني عشان ارجع بيتي ما حصلش نصيب. رحت نازل الممتاز بيه مع نادي حرس الحدود رحت راجع تاني بين في انتقالات الشتويه رجعت تاني نادي اسوان معاهم في الدوري الممتاز. لفيت وبعد نادي اسوان رجعت بقى خلصت رحت رايح نادي اليرموك الاردني قعدت فيه فتره مش كبيره برده قعدت 6 شهور او حاجه. بعد كده رجعت على نادي منتخب السويس الممتاز بيه واخيرا النادي الاعلاميين. كانت هي رحله الحمد لله راضي عنها تنقلات كتيره بس راضي عنها الحمد لله. يعني يمكن مش معتاده للناس كتيره او لعيبه كتيره لكم هذه التنقلات لا هي يمكن الفتره ما بين 2013 ل 2017 او 18 كان في تنقلات كبيره لكن من 2003 من اول ما بدات لحد مثلا 2013 كانت الامور مستقره شويه هي لحد ما في النادي المقاولين والنادي المصري اللي هم يعني الحمد لله تعرفت او يعني الجمهور عرف اهل المصري من خلال النادي المقاولين والنادي المصري كمل الموضوع. طب انت لفتره مش قليله يعني يتقال عليك كنت لاعب رحاله يعني طلعت من الرحله دي بايه؟ ايه اللي استجد عليك وايه اللي استفدته من وجودك في فرق مختلفه؟ اولا حب الناس الحمد لله يعني اللي انا اقدر يعني انت عارف حضرتك اللي في ظل عدم وجود كان السوشيال ميديا في الوقت بتاعنا من 2003 او الاهتمام بيبقى مش زي دلوقتي والاهتمام بيبقى بالاهلي والزمالك حتى لو ما فيش سوشيال ميديا كان الاهتمام بالاهلي والزمالك لكن لما يكون لعيب بيلعب في نادي المقاولين او في انديه مش جماهيريه يقدر يصنع لنفسه جماهيريه ويبقى ليه يعني الناس بتحبه او يبقى ليه دور في الكوره في مصر ده حاجه ده بالنسبه لي مكسب كبير. انا شايف ان انا الحمد لله راضي جدا. انا يعني برضه اتكلم مع حضرتك بصراحه ممكن اكون يعني التوفيق ما حالفنيش بالشكل الكبير ممكن كنت شايف وفي ناس كتيره كانت تشوف ان انا استحق مكانه افضل من اللي انا وصلت لها في الكوره بس طبعا ما حدش بياخد اكتر من نصيبه. راضي جدا راضي كل الرضا عن الفتره الكبيره اللي انا قضيتها في مجال كره القدم ما عملتش اي مشكله في حياتي مع حد الحمد لله. علاقتي بكل الانديه اللي انا لعبت فيها ممتازه الحمد لله. دي حقيقه. فده اهم حاجه في الكوره ده الاهم. اللي انا خارج سليم الحمد لله طبعا من اي اصابات الحمد لله فده كله يعني الحاجات اللي انا طلعت بيها طبعا. طب انت ليه طلعت عموما؟ يعني هل انت كده يعني طريقه كلامك بتوحي وكان انت بتنهي مسيرتك الكرويه؟ يعني لحد انت لسه في يعني انا لسه 35 لا انا بالنسبه لي لا انا ما عنديش شكلك اصغر من كده بكتير لا انا 35 سنه اوكي انا لا انا عايز العب كوره وعايز اكمل مش ما ما بس خلاص يعني انا بتكلم مع حضرتك بصفه ان اللي فات او اللي جاي مش هيبقى زي اللي فات يعني مهما انا من 2003 بلعب كوره تعرف منين؟ لا اكيد يعني مش هلعب 17 18 سنه تاني لا بس بكلمك على مش طبعا اكيد فرق الوقت والمده الزمنيه اكيد واضح بس انا بكلمك مش يمكن الخير جاي بكره ان شاء الله انا لا انا بتكلم مع حضرتك انا خلاص ان شاء الله باذن الله انا مقرر ان شاء الله باذن الله انا في شهر يناير يعني هيتم انتقالي لاحد الانديه وهكمل بس مش هكون دوري ممتاز يعني هي بس حلو جدا برضه انا عندي استمرار كويس يعني واقول لحضرتك حاجه انا عندي اصرار وطموح ان انا انهي حياتي في الدوري الممتاز يعني ما عنديش اي مشكله طول ما انا قادر وواقف على رجلي وبدنيا وفنيا الحمد لله فنيا لو عندي 40 سنه انا قادر بدنيا لا الحمد لله بشويه تعب بشويه مجهود هقدر اكمل فانا عندي الاصرار ان انا انهي حياتي كلها في الكوره
في دوري ممتاز. كويس جدا. انا عجبني قوي الاصرار بتاعك يا كابتن، لان في كتير لعيبه واسامي كبيره جدا للاسف اعتزلوا بدري، اعتزلوا في اول الثلاثينات كمان، فكنا كلنا بنقول نفس السؤال او بنتساءل نفس السؤال كريم دلوقتي كان بيساله لك، ليه يبقى يحصل توقف؟ ربما ده بيرجع لاسباب ما فيش عروض من انديه او غيره، ولكن في ناس كتير برضو اعتزلوا هم في مجدهم، فده بيحزن الى حد ما برضو الجمهور يعني. تمام، بس اقول لحضرتك حاجه، قرار البعد عن الكره صعب طبعا. يعني طبعاً. انا جربت مثلا الفتره اللي فاتت، هي ما كملتش شهرين او شهر ونص من بدايه الموسم لحد دلوقتي، لا انا مش قادر، يعني انا مش قادر ابعد عن مجال الكوره، مش قادر ابعد الشغل ده لا هي حب بالزبط. يعني انا بالنسبه لي، انا بقول لحضرتك قصه الممتاز بي اللي انا بفكر فيها، او العرض اللي هيجي لي من الممتاز بي والتحق باي فريق، هي مش هتكون الامور ماديه، لكن هي الامور انا حابب العب كوره، حابب اخش تحدي جديد، حابب اصنع تاريخ جديد، الفريق اللي انا اروحه ممكن يكون ليه هدف المنافسه او الصعود على الدوري الممتاز، فبالنسبه لي انا بكتب تاريخ جديد اللي انا اساعده على الصعود للدوري الممتاز، فده كل التفكير اللي الواحد بيفكره ان هو يعمل حاجه جديده لنفسه، برضه يخلق دوافع جديده وحافز جديد ليه. انا عندي بقى سؤال لو تسمح لي بس في النقطه دي قبل ما نروح لنقطه ثانيه، فكره عرض النادي الاهلي تمام. لما جالك انا عايزه اعرف بقى هنا يعني كابتن ايهاب المصري كان ايه كواليس العرض ومنتهى الصراحه، هو يعني سؤال قوي يعني حرفيا يعني هو لا يعني كابتن ايهاب المصري كان ايه يعني هو بص هقول لحضرتك حاجه، طبعا يعني شرف لاي حد اللي هو يلعب، الكلام الطبيعي اللي هو شرف لاي حد يلعب نادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا. بس هو انا بتكلم صراحه طبعا، وفي قناه النادي الاهلي انا كان حلمي من طفوله وحلم عيلتي هو اللعب في نادي الاهلي، واللي انا يعني ان شاء الله باذن الله بحاول مع ابني فيه، اللي انا ازرع له الحلم اللي هو يلعب، اللي ما حققوش والده هو يحققه ان شاء الله باذن الله. فاللعب للنادي الاهلي هي كانت حلم لعيلتي، لوالدي ووالدتي، انا ماليش اخوات ولا صبيان ولا بنات، فوحيد، فهم كانوا شايفين ان النادي الاهلي هو الحلم اللي بيراودنا كلنا، اشتغلت عليه من صغري، جيت اختبرت في النادي الاهلي، يعني ما نزلتش الملعب بصراحه، كان كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه شافني قال لي انت جسمك ما ينفعش، فانا وانا ماشي انا فاكر اللي ميسي في يوم من الايام، انا اقول لحضرتك انا فضلت ماشي انا ووالدي لحد ركبنا المترو الانفاق ساعتها بقى 96 97، وقعدت اعيط، ويعني وبعيط اللي هو ايه، انا هثبت لكابتن صفوت ان انا حاجه مش قليله، وفعلا قابلت كابتن صفوت او كابتن صفوت قابلني في نادي المقاولين بعديها بفتره كبيره لما بقيت ايهاب المصري بقى في وقت 2009 2010 الواحد كان اسمه في الكوره الحمد لله يعني، فقابلني قال لي انت لعيب كبير ولعيب كويس، قلت له فكره انا بحب يعني مش يعني الله يرحمه طبعا، قلت له انا بحب حضرتك طبعا على المستوى الشخصي، بس حضرتك انت يعني انا كنت داخل النادي الاهلي وحضرتك قلت لي انت ما تنفعش، قال لي انا قلت له معلش يا الدنيا كده يعني، ده وجهه نظر حضرتك وانا بحترمها، بس كان كلام حضرتك دافع ليا وكان حافز ليا، فانا كان حلمي ان انا العب في النادي الاهلي، اديت مواسم جيده جدا مع نادي المقاولين، بس ما كانش ينفع ولا اتمرد على نادي المقاولين، خلاص نادي المقاولين قرر، هو صاحب فضل عليا كبير قوي، كان الباشمهندس ابراهيم محلب، الباشمهندس فيصل مرتضى، الباشمهندس محمد عادل ربنا يديله الصحه المتواجد دلوقتي مع الفريق الاول، كان الثلاثه كان ليهم فضل عليا، ونادي المقاولين بيتي، وانا ما كنتش يعني انا في اوقات موسم 2008 2009 ما كنتش بروح خالص من النادي، كنت ببات في النادي مقيم، بتمرن، بطلع اتغدى في النادي، اقعد في النادي، فكانت حياتي كلها في نادي المقاولين، انا بعشق نادي المقاولين، ف الباشمهندس ابراهيم محلب قعد معايا قال لي انت مش هينفع تمشي، قلت له يعني قلت له هي فرصه، فقال لي هو قال كلمتين قال لي انا حفيدي بيحبك، ف يعني قلت له يعني انا دي ده شرف ليا، بس انا مستقبلي أنا يعني هي كانت الامور مش ماديه والله، انا مش هي مش امور ماديه، فكره انضمامك لهذا بس فكره يعني. انضمام النادي الاهلي يعني انا بالزبط. لما رحت منتخب مصر موسم 2009 2010 وقبل في تصفيات افريقيا وقبل كاس العالم للقارات، اللي فرق معايا ان انا مش يعني كنت رايح في وسط بقى كان كابتن عماد متعب، محمد زيدان، كان احمد علي عبد الملك، كان عمرو زكي، كان في فروده كبيره جدا طبعا. بس انا ما كنتش بلعب في النادي الاهلي، ما بلعبش في نادي الزمالك، بلعب في نادي المقاولين وكنت لسه صغير، فكانت دي تفرق، لو انا كنت بلعب في نادي الاهلي او نادي الزمالك كان الوضع هيبقى مختلف، فكان ده كل يعني كل هدفي وفكري ان انا اروح النادي الاهلي. طبعا الباشمهندس ابراهيم رفض ان انا انتقل لنادي الاهلي، حتى فضلت يعني انا فضلت برده مش يعني اي اسعى ورا الموضوع لحد اخر يوم في الانتقالات،
انا فاكر المكالمه اللي حصلت، النادي اتصل بالنادي المقاولين باشمهندس فيصل الساعه 2 الظهر، كان في اخر يوم انتقالات، قال له انا عايز 6 مليون جنيه كاش. فانا طبعا يعني مع احترامي في الوقت ده لا طبعا المبلغ كبير جدا، فانا قلت له يا باشمهندس ده مبلغ تعجيزي، واعتقد الفرصه كانت صعبه جدا. عموما الجمله اللي اتقالت لك واللي انت مش ناسيها الى يومنا هذا كانت زي ما كانت حافز ليك، اتقالت لغيرك من اللعيبه في رياضات مختلفه، وكانت برضو حافز بالنسبه لي. ممكن لو ما كانتش اتقالت له الجمله دي ما كنتش انت عافرت المعافره اللي فاتت دي كلها. أكيد. يعني وبرضو على فكره حتى فكره تمسك نادي المقاولين بيك دي حاجه تشرفني من زاويه معينه لرؤيه الامور. طبعا يعني اكيد تبقى متضايق ان هي هتفوت عليك فرصه انضمام لكيان كبير ومهم ومحترم زي النادي الاهلي، بس في المقابل ان كان فيها شيء من الطرديه فكره ان الناس حابينك وعايزينك وده انا قدرته جدا وفخور بيه ان انا كوني احد ابناء هذا النادي، يعني حاجه تشرفني. يعني تاريخه كبير طبعا. أكيد طبعا. طيب انا هستاذنك يا كابتن، هنطلع بس فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك. فاصل ثم عوده ال10 الصبح في الاهلي. اتفضل. حضراتكم مره ثانيه والحديث مستمر مع كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق. اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا وسهلا. رحلة طويلة ومليانة تفاصيل، بس انت في وسط التفاصيل قلت حاجة لفتت نظري جدا لما كنت بتتكلم على فترة انتقالك لنادي اليرموك الأردني. انت قلت ما قعدتش أكتر من 6 شهور. ما أنا هقول لحضرتك ايه ملابسات هي دي. يعني فترة التحاقي بنادي اليرموك دي أصلا كانت فترة برضو صعبة شوية، لأن أنا كنت رحت في الفترة دي بقى بعد نادي أسوان، لما يعني خلاص العقد انتهى رحت تعاقدت مع نادي الرجاء، كان صاعد للدوري الممتاز الرجاء بتاع مطروح. اوكي. فحصلت شويه خلافات. الرجاء البيضاوي. لا 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 لا. فحصلت شويه خلافات. أوكي. فما اتممتش التعاقد. فكان الوقت اتقفل يعني خلاص. أوكي. فانا قعدت اسبوعين ثلاثه في البيت، ما انا فاكر اللي حصل برده مش على قوه اي نادي. وخلاص كنت نفسيا برده زهقت شويه. خلاص مش قادر، قلت خلاص مش هكمل. فكان في ماتش اعتقد في اليوم ده كان مصر واوغندا في تصفيات كاس العالم. فالاولاد عندي عايزين يروح، فصاحي من النوم بقى رايح الماتش الساعه 5 بالليل ولا 6 اخر النهار كده، فجالي تليفون انت ورقك جاهز؟ ورق ايه يا جماعه؟ لقيت تليفونات كتير اصحى ومسجات ومش عارف ايه في يا جماعه، طب حضر ورقك عشان هتروح اليرموك الاردني. طيب ماشي، حضرت الورق وكل حاجه بس رحت الماتش، عمالين يتصلوا بيا وانا في الماتش. اتصلت بالمدام في البيت، اطبعي الورق ده. طبعت بصراحه مشكوره طبعا بشكرها، اللي هي تعبت هي، انا كنت قاعد في الماتش ومش مع الاولاد فرحت ما كنتش جاهز اصلا بدنيا. فلما رحت هناك لعبت الست شهور الاولانيين دولت، فحصل تفاوض مع الانديه في مصر اللي انا ارجع العب دوري ممتاز. فانا خلاص اتفقت مع المدير الفني كمان، فالدوري كان في الاردن خلص، الدور الاول خلص في اول 12 يعني 5 12 10 حاجه كده. فانا رحت راجع، جيت هتم تعاقدي مع النادي بقى اللي انا هرجعه على مصر مع في الدوري الممتاز مع المدير الفني. المدير الفني بعد ليها بشويه تمت اقالته. فرحت نازل بقى على منتخب السويس، كانت الدنيا برده بالنسبه لي. فرحت نازل على منتخب السويس، فانا نزولي من الاردن كان بناء على اتفاق بيني وبين المدير الفني. أوكي. عشان خاطر، لكن هي كانت تجربه بالنسبه لي، كانت تجربه كويسه جدا يعني الحمد لله، كانت والحمد لله علاقتي بالناس هناك لحد دلوقتي كويسه جدا، والناس على اتصال دائم بيا يعني. جميل. طب لو هنروح تاني للمقاولين العرب ونتكلم عن فتره كمان اللي لعبت مع محمد صلاح. ونني فيها وشايف ازاي المستقبل او الخط اللي هم مشوا عليه، وهل كان برضو كابتن ايهاب يحب ان هو يعني يبقى جاله عقد احتراف او ان هو يجي له، هل سعيد اصلا ان يجي لك عقد احتراف او حاجه زي كده؟ خلينا برضو نعرف. اكيد طبعا، يعني كل واحد كان بيبقى ليه طموح، اللعب اولا للاهلي والزمالك، ثانيا قصه الاحتراف اللي هو يكون يجي له عقد احتراف خارجي. الدنيا ما كانتش برضو زي دلوقتي، يعني دلوقتي في الامور مفتوحه شويه عن 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 فتره ما قبل 2010. بس الحمد لله يعني الواحد حاول على قد ما يقدر واجتهد، بس ما كانش فيه نصيب. طبعا محمد صلاح والنني هم من ناشئين نادي المقاولين ومن اولياء نادي المقاولين، شخصيات محترمه بعيد بقى عن، مش عشان هم بقوا محمد صلاح والنني هنقول الكلام ده، لا هي بصراحه ومن زمان من بدري اللي هم شخصيات محترمه متربيين جدا محترمين، مش ما بينسوش اصلهم زي ما بيقولوا، مش ناكرين للجميل، على علاقه بينا لحد دلوقتي الحمد لله كويسه جدا، وعلى علاقه وتواصل دائم ببارك لهم بعد كل الماتشات، يمكن بالاخص النني على تواصل دائم الفتره اللي فاتت، ببارك له بعد اي فوز بعد اي هدف بيحرزه،
بدي له حقه شويه، لان النني من الناس الاعلاميه المظلوم شويه، مش مدينه حقه في مصر مع انه بيلعب من اكبر انديه العالم. لعيب كبير، لعيب محترم. محمد صلاح طبعا ربنا يحميه ويزيده من اللي هو فيه طبعا، ونتمنى له كل التوفيق. كانت العلاقه كويسه يعني، انا فاكر لقطه حصلت فيديو بين صلاح كمان بخصوص النادي الاهلي. كان قبل، كان هو في ليفربول اول ما راح ليفربول، كان انا فاكر كان في ماتش في البطوله العربيه للنادي الاهلي، ففي كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي، في صوره حصل لقطه كده، فانا كنت منزلها على الستوري بتاع الواتساب، فلقيته دخل بيعلالي قال لي طبعا نفسك انت كنت معاها، فقلت له خلاص بقى ما تفكرناش بقى باللي فات يعني. فدي كانت من الحاجات برضو اللي حصلت بيننا وبين بعض بخصوص النادي الاهلي. فهم طبعا انا فاكر كمان اول جول احرزه محمد صلاح في نادي المقاولين كان هو اخر ماتش ليا في نادي المقاولين، انتقلت بعدها للنادي المصري، كان ماتش منتخب السويس في كاس مصر في السويس وكسبنا 2-0 ومحمد صلاح احرز الهدف الثاني، وكان اخر ماتش ليا في نادي المقاولين العرب، وانتقلت بعدها لنادي المصري. فصلاح والنني كان في معاهم كمان لعيبه ثانيه محترمه من الناشئين، بس هما الاثنين كانوا الابرز الاميز. يعني بيبقى في لايف ستايل معين او بيبقى باين من البدايه الشخص ده هيبقى نجم قدام ولا لا؟ اصل هي مش مره واحده الشخص اللي هو لازم يبقى في لايف ستايل عايش عليه. النني كان معين. النني كان جاي لنا من ناشئين النادي الاهلي، ف برضه يعني متأسس صح. محمد صلاح من ناشئين نادي المقاولين، فبرضه التأسيس في ناشئين القطاعات الناشئين في نادي المقاولين والنادي الأهلي على مستوى عالي جدا. فمحمد صلاح خطوة خطوة يعني. أنا فاكر برضه أول ماتش لعبه معانا كنا بنلعب إنبي، من الذكريات برضه مع بعض، كنا بنلعب إنبي في بترو سبورت، كنا كسبين 2-0 وكنت أنا اللي جايب الجونين، فنزل باك ليفت يعني هو مش مكانه بقى، نزل باك شمال مع علاء المحمدي. فالماتش في آخر ربع ساعة اتقلب بقى 2-2 والمحمدي طلع نجم الماتش. هو طلع بعيط يعني متاثر جدا باللي حصل، فهو اتكلم معانا ككابتن فرقه، فتكلمنا مع كابتن رضوان اللي هو يغير مركزه، وفعلا هو رجعه الماتش اللي بعديها كان مقصف في كاس مصر، رجعه يلعب مكانه تاني وساعدنا في صناعه الاهداف وكسبنا الماتش. ف يعني هو برضو وهو صغير عانى يعني، هو تعب ما لعبش، هو عانى كتير كمان. فكره قبوله في قبل كده يعني كلنا عارفين القصه، يعني كان في تحديات كتيره. أكيد بس أكيد. بمناسبه كلامك كمان احنا عندنا بالذكر يعني محمد المحمدي كمان أحمد المحمدي اللي بيلعب برضو في المحمدي جفترة. قصه كبيره برضو، لازم ياخد وضعه ولازم ياخد حقه. بالظبط انا برضو دي. انا يعني انا شايف اللي هو مش واخد حقه، لان راجل ماشي في الدوري الانجليزي بقاله فتره كبيره قوي، محافظ على اي مدرب بيشتغل مع المحمدي بيشكر فيه، بيقول على بيشكر في احترافيه المحمدي. صحيح. فاعتقد برضو لازم نسلط الضوء عليه شويه لان هو يستحق. المبدا نفسه بيتهيألي ثابت يعني، صعب جدا تشوف حد محقق قصه نجاح كبيره ومدويه من غير ما يكون مر بكتير من التحديات وكتير من العقبات ومر بلحظات انكسار كتير قبل ما يوصل للحظات الانتصار. أكيد. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا، وبنتمنى لك كل التوفيق في الفتره اللي جايه. سعيد ان انا متواجد معاكم النهارده. نورتنا يا كابتن ايهاب. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، رجعنا لكم عشان نستكمل فقراتنا الحواريه. حضراتكم طبعا بتابعوا البرنامج باستمرار وعارفين لما بيكون عندنا في اي فقره من فقراتنا الحواريه عدد اثنين ضيف، فبيكون معاهم عدد واحد مذيع بالتبادل، مره انا ومره نهاوند. فان شاء الله نهاوند هتكون مع كل حضراتكم بكره باذن الرحمن، وانا هختم معاكم حلقه النهارده بهذه الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن رياضه العاب القوه وتحديدا الحواجز. هنتعرف على كتير جدا من التفاصيل المتعلقه بيها مع كابتن تامر رفاعي وهو مدرب العاب القوه الحواجز بالنادي الاهلي، وكمان بطلتنا الجميله امنيه خالد عبد المنعم. اهلا بيك وصباح الفل عليك. اهلا بيك يا فندم. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. نبتدي مع الكابتن ولا معاك انت يا امنيه؟ انت مع الكابتن طبعا. مع الكابتن على طول. لا برضه شوف الكلام. كابتن تامر، عايزين نعرف من البدايه يعني راي حضرتك وتقييمك لشعبيه وجماهيريه العاب القوه بشكل عام والحواجز بصفه خاصه بالمقارنه بقيه الرياضات. الحمد لله احنا في الفتره الاخيره الامور بتتطور. طبعا العاب القوه لعبه قديمه جدا في النادي من 1910. معروفه جدا جوه النادي الاهلي، ليها جمهورها جوه النادي الاهلي وليها اللي مارسوها كتير جدا.
جوه النادي الاهلي، وتعتبر عائلات كمان مارست العاب قوى جوه النادي الاهلي. فهي لعبه عريقه مرت بظروف كده في الفتره الاخيره، ان ما كانش في تسليط ضوء عليها، لكن من تقريبا من 2013 مع بدايه القناه يعني، والقناه على طول كانت دايما بتلقي الضوء على ابطال العاب قوى في النادي الاهلي، ان هم يعتبروا ابطال العاب قوى في مصر. ابتدت الناس من خلال السوشيال ميديا ان هم يتابعوا ابطالنا، فعندنا ابطال عالم، فابتدوا يلفتوا الانظار شويه للالعاب القوى. لانها رياضه شيقه جدا، ودايما بالذات في الدورات الاولمبيه بصفه خاصه بتحظى بنسبه مشاهده عاليه جدا. طبعا، واحنا كمان لان احنا عندنا كابتن هاب عبد الرحمن وكابتن مصطفى الجمل ابطال عالم في العاب القوى، فابتدت الناس تعرف العاب القوى من خلال الابطال دولت. فطبعا هي معروف ان هي في الاولمبيات ام الالعاب وعروس الالعاب الاولمبيه، والجماهير بتوصل ل 80,000 و90,000 في الاستاد بيتابعوا البطوله. فاحنا ان شاء الله يعني بمجهود ابطالنا وبمجهود مدربينا ومجهود القناه طبعا اكيد اكيد الناس هتعرف اكتر. طيب، امنيه كابتن تامر بيقول ان حتى كان في عائلات يعني بتلعب او بتمارس رياضه العاب القوى، انت الموضوع برضو عندك في جزء وراثي ولا انت الوحيده في العيله اللي بتلعب؟ لا ماما كانت لعيبه وثب عالي ولعيبه سباعي وحواجز، وكانت كسرت الرقم لفتره طويله جدا ولعبت بره. وخالته كانت برضو طلعت الاولمبياد، كانت لعيبه مسافات طويله. ما كانش ليكي حل، انت هتهربي منين من البطلات؟ وبابا كان لعيب كوره، وعمي كان مدرب هاندبول في الاهلي. دي اسره رياضيه فعلا 100%. وهل البدايه جت من خلال متابعتك للوالده ولخالتك وحبيتي الرياضه من خلال نجاحاتهم اللي هم حققوها فيها، ولا انت كنت يعني فضلتي في مرحله مثلا مبكره ان انت تلعبي حاجه ثانيه؟ يعني عايزين نعرف باختصار كده قصتك مع العاب القوى. انا لعبت رياضات كتيره جدا، لعبت سكواش في الاهلي، ولعبت باسكت، ولعبت سباحه، كل ده وكنت بتاهل لفرق فيهم، بس ما حصلش النصيب بقى وما كملتش، ما عرفتش اكمل. اوكي. بس ماما كانت بتاخدني معاها للبطولات اللي كانت بتبقى في المركز وكده، ان احنا نروح نتفرج كده. فقعدت اقول لها ان انا عايزه انزل اجرب وبتاع، ففعلا نزلت وجربت وبدات واحده واحده بقى اخش بطولات واعمل نتائج وكل ده. اوكي. ما شاء الله الفريق كله عند حضرتك كله بيعمل بيحقق يعني بطولات ونتائج مشرفه جدا. احنا اصحاب ارقام مصر من 16 سنه الدرجه الاولى، احنا ابطال مصر اول وثاني مثلا في كل سباقات الحواجز على جميع المراحل من اول 14 درجه. وايه سر يعني التسيد ده؟ المواهب، احنا عندنا مواهب. الحاجه الثانيه، النادي الاهلي بيوفر لنا الادوات والملاعب. هي طالما الادوات موجوده والملاعب موجوده والمواهب موجوده، فطبيعي دي هتبقى نتيجه طبيعيه. فاحنا الحمد لله يعني بفضل ربنا عز وجل يعني يعني مسيطرين على الحواجز، بس يعني ده بمجهود ابطالنا يعني. هو الحواجز بصفه خاصه، تعالي نسالك انت السؤال ده يا امنيه، يعني ايه الصعوبه او ايه الفروقات ما بين الحواجز تحديدا وبقيه انواع المسابقات اللي كلها تندرج تحت مسمى العاب القوى؟ الحواجز بتبقى عايزه رياكشن سريع وسرعه، وما ينفعش ان يعني بقيه الالعاب ممكن ان انا مثلا بريح فيها، بقف اركز اشوف هعمل ايه بتاع، لكن دي لازم ان انا اول لما بطلع من البلوك انا ما بشوفش قدامي، يعني لازم اكون انا بقى ساعتها في التمرين عارفه ان انا على طول ورجل السحب تبقى سريعه. يعني مش مثلا كان هيبقى اسهل لك لو كنت لعبتي اللي هو سباقات الجري العاديه بمسافاتها المختلفه من غير حواجز؟ ممكن تبقى ما انا بلعب سباعي وبلعب مركب، قصدي بلعب سباعي وبلعب حواجز. هو احنا لينا استراتيجيه اصلا في النادي الاهلي اللي هي ان احنا نهتم بالعاب التكنيك. مصر المفروض تعمل كده، يعني مصر المفروض يعني مش هنعرف ننافس افريقيا في المسافات الطويله، مش هنعرف ننافسهم في دي، مش هنعرف. احنا كان عندنا في النادي الاهلي بطل افريقيا بالمناسبه ليه؟ موهبه يعني افريقيا موهبه ولا جزء اللي هو لسه هقول لك اللي هي طبيعي وتحملهم لدرجات الحراره والمسافات اللي ممكن يمشوها كتير قوي مرتفع، هم يعني عندهم 2000 متر فوق سطح البحر، ده كلام عادي. احنا عندنا في مصر ما فيش غير سانت كاترين 1650، وكمان يعني هم عندهم الكلام ده ممهد لان هم يجوا. فيعني احنا اكيد نقدر ننافس، يعني احنا اكيد نقدر. احنا كان عندنا كابتن عمرو سعود كان بطل مصر في 100 و200، كان بطل افريقيا في 100 و200،
وكان بطل بحر متوسط، فيعني احنا قدرنا. بس دي يعني تجربه يعني شويه خارج السياق، لكن احنا من وجهه نظري ان احنا المفروض نهتم بالمركب، بالحواجز، بالمسافات اللي فيها تكنيك، احنا فنيا اعلى. المركب اللي هو ايه؟ بتلعب بسبع العاب بالنسبه للبنات. غير السباعي؟ هو السباعي. هو اسم تاني ليه يعني، مسمى السباعي مركب يعني. السباعي مركب. بتلعب سبع العاب، بتلعب في اليوم الاولاني بتلعب 100 متر حواجز، وزب عالي، جله 200 متر. في اليوم الثاني بتلعب وزب طويل ورمح و800. الولاد الولاد بيلعبوا يعني، بيلعب تقريبا كل العاب القوة. كل هي مصممه ان هم ياخدوا من كل قسم من اقسام العاب القوة لعبه يعني. وهل السباعي المركب ده بيتلعب برضو في الدورات الاولمبيه؟ طبعا بيتلعب في الاولمبيات، وسبق قديم، وسبق العشاري سبق قديم في الاولمبيات. اوكي. طيب امنيه من وجهه نظرك انت وانت بتمارس الرياضة دي بالفعل ومحققة فيها نجاحات وبطولات إلى آخره، شايفة إن مين اللي ممكن يكون مؤهل إنه يلعب الرياضة دي، وخصوصا لو كانوا لسه سنهم صغير؟ يعني حتى عايزك تقولي الرسالة دي للأهالي تحديدا، لما يلاقوا ظاهر معينة عاملة إزاي في ابنهم أو في بنتهم يوجهوهم لرياضة ألعاب القوة. إيه متطلبات الرياضة دي؟ هي عادي، هي بتبقى عايزه جسم بيبقى مرن، لان في تمارين، في العاب بتبقى عايزه مرونه زي الزانه كده، لازم مثلا يبقى جاي من جمباز مثلا عشان بيبقى العصايه بقى وعايز يبقى الرياكشن بتاعه سريع، لان في العاب كتير برده لازم الرياكشن بتاعها يبقى سريع قوي يعني، ما ينفعش ان احنا نقعد نفكر فيها. اوكي. وطبعا الجسم ان هو ما يبقاش لا تخين قوي ولا رفيع، او ممكن يبقى في وزن مناسب للرياضه دي. وحتى لو رفيع طبعا هيساعده عشان يقدر يكمل. طب انتوا فتره التوقف الفتره اللي فاتت، ولا انتوا ما توقفتوش ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله عمالين تحصدوا برضو في القاب وبطولات. فكره الكورونا وتاثيرها على الرياضه وتحديدا العاب القوه، الى اي درجه تاثرتوا يا كابتن تامر بالتوقف؟ والله احنا يعني امنيه مثلا بتمرن مع مامتها في الشارع يعني، بقيه الاولاد يعني، ولو الوالده مش موجوده خالتها موجوده يعني. انت ما لهاش مفر من التدريب. لا، وبقيه زمايلها برضو عملوا نفس الكلام يعني. كانوا بيجروا بقى في مثلا عند كليه حربيه، عند ارض المعارض، عند اي مكان متاح فيه ان احنا نقدر نجري فيه، كانوا بيقدروا يتمرنوا، بخلاف ان احنا كان معاهم ادواتهم في البيت بيشتغلوا بيها يعني، معاهم حديد بسيط كده يقدروا يشتغلوا. لكن في الظروف العاديه يا كابتن تامر بيبقى التمرينات قد ايه؟ مثلا كم مره في الاسبوع؟ كم ساعه في اليوم؟ هتمرن 6 ايام في الاسبوع يعني من 3 ل 4 ساعات. اوكي. ده تمرينات كتير. طب وانت بتلحقي تذاكري بقى وبتعملي اللي وراكي ولا ايه؟ بكون انا مثلا قبل ما انزل التمرين انا بصحى بدري. اوكي. فقبل ما انزل التمرين مثلا بمسك حاجه اذاكرها او جزء من ماده يعني. اخلص التمرين ممكن اقعد مع اصحابي شويه نقعد نذاكر، ارجع البيت بقى ساعات بسهر يعني، بقعد اذاكر انا. بس في يوم الاجازه مثلا الجمعه لو رايحه مع اخويا التمرين او كده حاجتي بتبقى معايا برده بلحق يعني الم. يعني التفوق الرياضي مش بالضروره يطغى على التفوق العلمي او ينتقص منه، ممكن مهما كنت يعني مشغوله بتمرينات عادي الوقت يعني، في وقت ان انا اذاكر، مش اللي هو 24 ساعه في الشارع يعني. اوكي. طب كابتن تامر اللي جاي ان شاء الله الفتره الجايه ايه بتستعدوا لايه من البطولات او المنافسات؟ على المستوى المحلي احنا عندنا بطوله الدرع 18 و20 ودرجه اولى و16. على المستوى الدولي بقى، لان احنا يعني هي عندها افريقيا 18 سنه وافريقيا 20 سنه، بطوله مهمه دي. وفي زميلها عمر خالد عنده بطوله عالم 18 سنه، وعمر وليد برضو نفس الكلام يعني. احنا كناس الحمد لله هم اول مصر، فبطبيعي انه في المنتخب، فالطبيعي المنتخب بيبقى عنده ارتباطات دوليه، هم بيستعدوا لها بقى، بيستعدوا لبطوله افريقيا غالبا في مراحل 18 20 سنه، وبطوله العالم 20 سنه، وبقيه فرقتنا بقى بتحاول يتاهلوا للاولمبياد ان شاء الله. بس يعني على ذكر التاهل للاولمبياد، يعني انا حسيت من كلام حضرتك في اجابتك على سؤال سابق فكره ان احنا ما معناها بالكاد بننافس افريقيا؟ لا، ولا ده انطباع زائف؟ انا ما قلتش كده، انا قلت بس ان المسافات الطويله وسباقات السرعه بتحتاج موهبه كبيره جدا، وممكن انا ابذل مجهود كبير مع لعيب. انا بتكلم كمدرب بيشتغل باقتصاديه اداء، انا ممكن يجي لي امنيه لعيبه سريعه تجي لي فاوجهها في سباق الاسبرنت، فما تساعدنيش قوي ان انا انافس في افريقيا، لكن انا بنفس السرعه ديت اوجهها للحواجز او للمركب
او للوثب الطويل او للزانه، الالعاب الفنيه اللي بتحتاج مدرب عنده علم وعنده مهاره ولعيب عنده ستوري في الرياضه كبير مارس رياضه كتير، نقدر نجيب الولد دوت ونسمع منه لعيب بطل افريقيا في الزانه، بطل افريقيا في المركب، واحنا عندنا اوريدي ابطال افريقيا في المركب مثلا، عندنا كابتن رامي سعيد معانا في الاهلي بيخش خامس رابع في افريقيا، يعني احنا عندنا احنا بننافس بننافس قوه وبنكسب. بس هي الفكره كلها ان انا بقول ان انا اوجه للالعاب الفنيه اكتر من ان انا اوجه الالعاب اللي بتفرض عليها الموهبه. وانا كان عموما برضو للتوضيح انا ما كانش قصدي ان حضرتك قلت كده نصا، بس انا قلت انا استشفيت من كلامك فكره ان احنا يعني على الاقل على الصعيد اللي كنا بنتكلم فيه فكره ان في افريقيا هم متعودين على درجات حراره ارتفاع فوق سطح البحر الاحراش والغابات والاجواء اللي هم عايشين فيها، لو احنا النوع ده من الصعوبات مش عارفين نتغلب عليه بسهوله، فكرك ممكن نوصل لمستويات عالميه مش مجرد بقى افريقيه؟ نوصل بالعلم، يعني هو إن امريكا مثلا دلوقتي عندها بنت بتنافس في الخمسه وفي العشر، بتنافس كينيا واثيوبيا وبتكسب، لان هم قادرين يستخدموا. هو الحقيقه امريكا يعني وضع استثنائي ان هم من قديم الازل برضو متسيدين الموقف لحد دلوقتي. وتركيا وبلاد كتير وشمال افريقيا. وشمال افريقيا قدروا ان هم يتغلبوا على الكلام ده بالعلم. لكن انا كمدرب في النادي الاهلي انا بسعى ان انا اكون مسيطر على سباقات التكنيك اللي فيها انا مميز اصلا فيها، فدي بتديني سيطره فتره اطول يعني. طيب امنيه ايه الامنيه بتاعتك يا امنيه الفتره الجايه؟ بتتمني ايه؟ بتحلمي بايه؟ هل مخططه لنفسك يعني او عامله لنفسك طريق معين عايزه توصلي لاخره، ولا انت بيبقى يعني السنه بسنتها والبطوله ببطولتها يعني مش لها قوي؟ لا انا دلوقتي شغاله على البطوله بتاعه افريقيا اللي هي في شهر 4 دي، ولكن انا طبعا هدفي على الاولمبياد، فانا كل ده بقى بشتغله واحده واحده قبل ما اوصل لها، بس يعني ببقى يعني ليه هدف ان انا عايزه اوصل لحاجه. ان شاء الله توصلي لهدف ده وتحققيه ونرجع نستضيفكم مره ثانيه وانت مغرقه لنا الترابيزه دي ميداليات اولمبيه. امنيه بتمنى لك كل التوفيق ونشكر حضرتك يا كابتن سامر، شكرا جزيلا نورتنا في حلقتنا النهارده. اكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه، بكره باذن الرحمن ان عشنا وخلينا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده و10 الصبح. الى اللقاء.